السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معكم آمال، اليوم راني رايحة نحكي قصتي ولي أول مرة في حياتي، بلك تكون فيها عبرة، لكن راني متأكدة باللي كاين اللي راهو رايح يتوعى منها على الشي اللي كان صرالي مع راجل أختي اللي أقل ما يقال عنه أنه خبيث بكل معنى الكلمة. راني رايحة نولي العام 2013 بالذات، وهذا الشيء راني نحكيه لكم بعد مرور سنوات بزاف. أنا كنت واحد البنت ماشي شابة بزاف، متوسطة الجمال ومقبولة الشكل وحاجة ما خصتني. كنت نقرأ في الثانوية، نشفى لواحد النهار دخلت فيه لواحد الحانوت أليمونتاسيون، وتاني كانت مصاتني ماما على واحد الحوايج باش نشريهم لها، ولكن ومن سوء حظي انا كي دخلت كانوا البلاطوات نتاع البيض مستفين عند الدخله تاع الباب. شريت واش خصني، وكي جيت خارجه قصت هذاك البلاطو نتاع البيض بالطرف نتاع رجلي وجبت واحد الربعه ولا خمسه كامل رايبين في الارض. جاي يجري مول الحانوت وقال لي الله ينعلك ان شاء الله، علاش درتي كيما هاك؟ بعد قلت له والله ما بلعاني، والله العظيم غير ما قصدي باش نطيحهم لك، الله غالب طاح واش راني حندير لهم. هو كي شافني نهدر كيما هكداك ايا شد لي الصاك وجبدوا ليه وقال لي تخلصيهم دوك، لو ما تخلصيهمش صاك انسايه. انا يا وليت غير نبكي لانه كان واحد الورقه تاع الاستدعاء تاع الباك نتاعي تماك، وزيد كواغد بزاف من بينهم لاكارت نتاعي الى اخره. مهم ما حبش كاع يستعرف بيا، وانا ما كان عندي حتى دورو، قلبوا وما صار فيه والو، مجرد وثائق وفقط. قال لي مالا روحي وغدوه ان شاء الله تجيبي لي دراهم وروحي تدي الساك نتاعك، سهله مهله. هو راح وخلاني هكداك نهضر وحدي وحدي. خرجت ومن بعد رحت للدار، ديت الحلوى والصوالح اللي كانوا خصو ماما في الدار، وانا من النوع اللي ما نرفدش دراهم، وبابا قدو قد روحو، مام كي مد لي يا ربي 10000 15000 باش نشري ساندويش، لانه انا عطناش ما نروحش للدار ونفطر بحكم الثانويه كانت شويه بعيده على دارنا. المهم عاودت وليت ليه من غدوه داك وقعدت نحاول فيه باش يرد لي الساك نتاعي، بصح هو والو. رحت في ثالث يوم وما كاين حتى نتيجه. من بعد قال لي بلي واش رايك نديرو حل شباب. خزرت وقلت له ايه مادا بيا واش كاين. قال لي واش رايك نحطك انت في السوبيرات هنايا تسد في لي المواد الغذائيه وكاع، وخدمي اليامات نتاع البلاطوات هادو تاع البيض، اصلا ما هيش سومتهم كبيره، يا ربي تخدمي 3 ايام 4 ايام وتروحي في سبيلك. انا وافقت بحكم اليامات هادوك كانوا لي فاكونس، وانا يا باش نفوت الباك اصلا راكو تعرفوا الحاله مع الاخر، غير مراجعات وماشي حاجه مهمه لازم عليا نروح ونقعد في الليسي على جالها. جبست واحد 3 ايام عنده ونعدلو غير في السكر الفارينه صوالح كيما هكا راكم تعرفوا السوبيرات كامل وش يكون فيه. واحد الخطره كان جاليا واحد ما كان في المحل هذاك، خزر وقال لي ايه ولا غير راكي شاطره وقيل نخدمك هنايا ديما. خزرت وقلت له لا انا راني نقرا وراني رايحه نخدم غير هاد اليامات على جال هذاك البيض اللي كنت كسرته لك كامل، صينو والله ما نقعد دقيقه. وليت ما نحملوش ونحس بالاشمئزاز من جهته، خاصة بعد ما شفت باللي عقليته تبدلت، مع الاول كان عاملني معاملة سيئة وتالك زيف عليا باش نخسر هذاك البيض، ودركا ولا مليح معايا. المهم انا يا كملت هذاك اليامات ورحت لدارنا وليت نقرا عادي. نسيت باش نخبركم باللي عندي اختي كبيرة عليا بعوام وهي ما تقراش، لا غالب ما توفقتش، والحاجة المليحة فيها هي انه دارت ستاج الحمد لله راهي تخدم به حفافه. واحد الخطره كنا جايزين على هذاك الحانوت ايا ونحكي لها كل شيء واش صرا، قالت لي منك بصح والله ما فقت لك باللي كنتي خدامه دوك 3 ايام، هام بالي راكي تقراي. قلت لها كيفاش راكي حبتني نقول لماما ولا غير تقتلني؟ قالت لي علاش كنتي خايفه منه، هو واش راح يكون؟ والله ونروح ليه غير نغسلو. قلت لها خليك منه، سي با لا بان تدخلي اصلا تشري عليه، ديري عليه كرواروج من اليوم وروح ما تخزريش فيه. رحنا وجينا وكنا كل خطره كيما هكذا غير نفوتو عليه تجي قصره ونقصرو. واحد الخطره تفاجات انا كنت خارجه من الليسي وصبت اختي دخلت وشرات على هذاك مول الحانوت، وهنا راهي رايحه تبدا قصتي ومعاناتي، وما تحكموش عليا كملوا للاخير. اختي
ولات دايرة علاقة مع هذا الشاب اللي كان ماشي متزوج وكان صاحبا شباب وحطة، وما على باليش هذاك الحانوت في هذاك الوقت الا كان رزقه ولا لا. لا انا كي شفتها هكذاك طلعت لي نار للراس، قلت لها اسمعي حبيت نسقسيك، ماشي قلتي لي نديرو عليه كرواروج وانت يا راني صايباتك تشري عليه؟ ولات تحجج لي بانه ما صابتش الحاجه اللي كانت تحوس عليها تحتمت عليها تدخل ليه. مي بصح الحاجه اللي زدت لاحظتها هي انه ولات تهضر بالتليفون دائما بتخبي عليا، وكي عيطوا لها ولا تكوبي ولا تقول ايا من بعد ان شاء الله حنونه من بعد نعاود لك، تلعبها زعما كشغل المراه اللي عيطت لها. انا في الاول ما لاحظت والو، جبت الباك نتاعي دخلت للجامعه، يعني فاتوا تقريبا سنتين على القصه، انا نسيتها وما درتهاش في البال. حتى واحد الخطره اختي جات خبرتني باللي تعرفت على واحد السيد وراهو جاي يخطبها. انا والله العظيم غير فرحت لها بزاف، سورتو منين كان عندنا بزاف ما جوزناش فرح في دارنا. اختي الكبيره اللي كانت متزوجه وعندها الاولاد الله يبارك عندها 13 سنه ملي تزوجت. ماما وكامل خياتي وخاوتي حتى بدينا نجهزوا ونوجدوا للعرس نتاع اختي هذه. بصح نهار جا خطبها هذا الانسان تم كانت الصدمه الحقيقيه، شفت باللي هذاك اللي كان في السوبيرات يخدم نفس الانسان اللي واحد الخطره عرش لي وقال لي تجي تخدمي وتخلصي البلاطوات نتاع البيض. يا سبحان الله هذه صدفه ولا واش تكون؟ المهم بديت نسقسي في اختي، في الاول ما بينت لها والو، مي بصح شفيت انا على وجهه بالتفصيل الممل لانه قعدت 3 ايام عنده يا ناس. قالت لي ايه وقيل انسان واحد اخر ماشي هذاك اللي داوستي معاه. قلت لها كيفاش تغالبيني اختي؟ وزيد انت راني دايرتك حبيبتي وعزيزة على قلبي ونحكي لك كل شيء، علاش دسيتي عليا هاد الحاجة؟ هي خزرت وقالت لي هذا مكتوب ربي، وحسيتها باللي تتكلم معايا بالتشناف. وتما بدا الحقد يتربى ما بيني وبينها، هي ولات تكرهني وما تحكي ليش، وانا وليت جابدة روحي منها. وكنت 3 ايام على الاول بالجامعة. واحد الخطرة كنت رايحة في الكوس عادي، هو اصلا ماشي بعيد على المنطقة وين نسكن، نمشي غير شوية نلقى لاري. ركبت ومن بعد وحده صاحبتي كانت خزرت فيا وقالت لي حبيت نسقسيك اختك تزوجت مع فلان؟ قلت لها ايه علاش غير الخير؟ قالت لي حبيت نقول لك حاجه عليه، هي صح كانت تسكن في منطقه قريبه لدارهم ماشي بعيده بزاف. قالت لي هذاك ما يسواش وراهو تاع نسا، وقولي لاختك غير اختك منه. خزرت فيها وقلت لها بصح اختي صاي السيد جا خطبها ودارت الفيونساي وان شاء الله رانا قريب نديرو العرس، كيفاش هذا تقولي لي نسوانجي وديجا هذا وين سمعتي؟ قالت لي انا والله ما على بالي، بصح الحاجه اللي راني عرفتها راني خبرتك بها، وذنبك على جنبك دبري راسك تحبي تخبريها تحبي ما تخبريهاش، شي هذا يخصك انتي وياها. انا ما حبيت نقول لها والو اصلا، واش صرا بكري لو كان نروح ونتكلم معها اكيد راهي رايحه تقول لي غرتي مني ولا حوايج كيما هكا، لهذا خليتها على نيتها. هي ولات تحكي معاه دائما في التليفون ومفضحة خطرات قدامي تبقى تتكلم معاه بكلام يعني تغازل لوقع، وكنت دائما نخاف باش نروح ونعاتبها ولا حتى ننصحها لانه هي كانت من نوع اللي ما يتقبلش النصيحة، وصرت منين شايفة روحها كبيرة عليا في العمر وتقول لي دايما اللي فايتك بليلة فايتك بحيلة. بصح هكداك وما خليت حتى حاجة في قلبي، رحت خبرت ماما بكل شيء وقالت لي يا بنتي السيد هذا راهو جا والحلال، وزيد سمانة الجاية ان شاء الله راح يجي شيخ ويفتح لهم، هو العقد والكواغط راهم واجدين، يعني مستحيل هاد السيد راهو رايح يغدر بيها ولا يخونها. ويعجبكم الكلام نتاع ماما اللي قالته لي؟ وشنو هو الراجل هذا؟ حتى ويلا كان تحنسا كي تروح ليه بنتي يتسقم ويتعدل ويولي خيارة الرجالة. انا ما عمرت راسي بكلامها كامل ودرت روحي وكأنه شيئا لم يكن. كملت ماستر انتاعي وكنت ناوية نزيد نكمل دراستي، بالصحة بزاف بنات اللي معايا ما حبوش يكملوا وما كانش عندهم هذاك الكوراج. وفي المدة هذه كامل اللي فاتت اختي تزوجت وزادت عندها اول بنت ليها، وكانت مرات تجي لعندنا وتشتكي لنا منه وقالت لي باللي انا ما قعد لي صبر معاه، السيد راهو تعنسى كرهت حياتي من الخيانة الزوجية. صراحة هي مرات كي تجي تحكي لي وكاع نخليها تفرغ قلبها، وانا دايرة في بالي كل شيء، على بالي بلي هاد السيد اخرتها راح تخلص معاها كيما هكذا. بصح الشيء الغير متوقع اللي راكم رايحين تزيدوا تسمعوه،
واحد المره كنت نروح ليها لانه هذا كان تحت طلبها، قالت لي باللي تعيشي ما تغبنونيش وما تخلونيش وحدي، الراجل راهو حقرني وذلني الي قال لكم مره على مره تجوا تضربوا طله عندي في داري، وخطرات باتوا عندي نورمال هكا باش ماهوش راح يزيد يحقرني، وكلمتي تولي مسموعه عنده. هي كان عندها ايطاج كامل ومكمل فوق ناس دارها، وهذاك الحانوت اللي كان تحتها رزق العائله كامل، يعني تاع شيخها الواساتها كامل العائله متفاهمين بانه الفايده يتقاسموها، وكل واحد وين خدام، ماشي هذاك الحانوت مصدر رزقهم، دايرينو زياده برك، وما كانوش ناس اغنياء، قدهم قد روحهم، والشاطر راهو دار واللي ماشي شاطر راهو قاعد. المهم انا درت واش قالت لي، وخطرات كنت نحبس من خدمتي اللي كانت عباره على ورشه تاع خياطه نتعلم لا فينيسيون برك، لانه بقرايتي ما صبتش وين نشكلها، ما رحت ليها خطره. من بعد راجلها ولا يتقلق مني وقال لها باللي ما تزيديش تجيبي اختك هذه وتخليها تبات هنايا. انا الكلام نتاعو استفزني وقلقني، انا قطعت رجلي من عندها، وهي قالت لي معليش معليش اروحي مع ماما وبابا، ولا ما قدرتيش قاعتينا قعدي في الدار وخلاص. قلت لها ايه الحق فيا اللي راني منحيه من وقتي وصحتي وخدمتي ونجي نبات عندك جوست باش نرفد لك علامك في السماء، بصح انتيا وليتي مدعماتو. ايا من هذاك النهار حلفت قلت ما نزيدش نروح ليها اصلا. ولات ماما وبابا يروحوا، خطرات يباتوا خطره يضيفوا برك، المهم كثروا المروح بزاف. وكان عندي خويا واحد شويه تاع دعاوي الشر، مي بصح شاد روحه وما يتبلاش الناس، لكن في حومتنا معروف عليه بسمعته السيئه لانه كان يخالط اصدقاء السوء بزاف. كي ولا يروح ليها يا راجلها حاوزو تاني وقال لها هذا تانيك وما نستحقوش، يعني قعدوا غير والدينا، وراني متأكدة مليار بالمئة باللي راه جاي نهارهم. وهذاك اللي كان السيد هذا محمل حتى واحد يدخل لدارو، سرتو منين كنا نكترو رجل ونطولوا عندها، خطرات نباتوا باليومين بالثلاث ايام، على بالي راح تشوفوه شيء غير عادي، بصح نقولكم لا غالب الراجل كان ذلها وحاقرها، وهذا كان تحت طلبها لانه قالت لنا باللي احنا العائله تاع راجلي معروفين عليهم، كي كثروا عليهم طلاله يعني مالين العروس راهم رايحين ما يحقروهاش، لكن الا شافوا الرجل مقطوعه يدلوها ويولوا يسبوا ويعايروا فيها. انا وليت نتصل بها بزاف التليفون ونخبرها على اوضاعي وهي تخبرني على اوضاعها. واحد المره قالت لي راني جايه للدار انا يا بنتي، قلت لها مرحبا بك الدار دارك، بصح في هذاك النهار جات بصفه واحده اخرى، المراه هذه تغيرت كيفاش كانت وكيفاش ولات، راجلها حتى ولا يضربها يعنفها يسبها يعايرها، بزاف حوايج كانوا يصراو لها مسكينه. هي كانت تحكي لنا كي تعيطنا في التليفون، ومرات حتى نتكلم معها في لاكام بصح هي دائما تغلق الكاميرا ما تخلينيش نشوفها. كي جات للدار حكت لنا كلش، قالت لنا باللي راجلي راهو داير فير الباطل تعيشو مانيش حابه نبقى عنده راني نحوس نتطلق. المهم في النقاش هذاك اللي صرا في هذيك لا جورني كان عرمع عليها يمين طلاق في لحظه غضب، وكي رحنا للامام وحكينا له السبب اللي طلقت على جالو قالنا بلي الطلاق ماهوش جايز وباطل، والمراه كي تكون يعني مريضه راكم فاهميني العفسه هذيك تاع النساء ما راهوش رايح يفوت عليها الطلاق، ولا كي تكون نافس، وما على باليش هذه المعلومه لا صحيحه ولا لا لا. المهم فتنا فيها واحد الشيخ كان يسكن قدامنا، بابا كان راح تكلم معاه وقال له درك انت هاد البنت الى ما راكش مهنيها صاي يكون الفراق بيناتكم، وكيما تلاقيتو بالملاحه تفرقوا بالملاحه وصلت النبي. هو ولا يخزر فيه وقال له ما على باليش ما على باليش. من بعد بابا كي جا لعندنا قال لنا السيد راهو مسحور لازم علينا نرقولو ونتبعولو، لانه الكلام نتاعو ما كانش يبين بلي راهو كاره هاد البنت ولا حاب يطلقها. اختي كانت مصممه على حاجه يسموها طلاق، قعدت مدة 5 شهور وهي غضبانة في الدار، كان يعيط لها في التليفون بصح جامي ولا جا ولا صرف عليها. بنتها كانت صغيرة وتسحق بزاف مستلزمات، لكن هو ما بورطالوش وما على بالوش. هيا انا وليت نفوت بزاف على الحانوت نتاعو باش هكذا نحكي له على اختي واش راه صاري بها، وتما كان قال لي بلي انا يا ما على باليش واش راه صاري اني حاب نردها. هو طلب مني رقم الهاتف نتاعي وقال لي شوفي نقصروا انا وياك وان شاء الله هاد الشهر
راني رايح نردها وما تتقلقوش عليا، راني حاس باللي صالحه وراهم دايرينها لي في الدار. وبقى يتهم زعما في خاوتو وخياتو بالسحر والعياذ بالله، هي ما كاش كاع منها حكايه وقاعد يالف فيها جوست برك باش يلحق للمبتغى نتاعو. عطيت له رقمي بحسن نيه وقلت له ما كاش مشكل، ولا يعيط لي بزاف. وتانيك الحق واحد المره عيطي جوي 11 ونص نتاع الليل، وانا اليوم راني رايح للراقي باش نعاود نرجع اختك وكاع. انا في الاول حسبت لي الهضره نتاعو صح، ما درتش في بالي باللي هذا الراجل راهو يحوس على شيء معين. تلاقيت معاه واحد الخطره، والسبب كان هو انه راهو رايح يجيب واحد الاعشاب ولازم عليا نمد لاختي باطا وباطا ياكلها هو. هيا رحنا، ونهار هذا كان في ترونسبور، والراقي هذا اللي داني ليه كان عادي في بلاصة عامة قدام غاشي، ما كاش حاجة تبين انه فيها شبهة. راح رقى وانا قعدت نستنى فيه برا، جاب واحد زوج بايط عسل ومخلطين بواحد الاعشاب يبانوا طبيعيين. قال لي هذه اللي تاكلها اختك الصباح وفي العشية، وهذه انا يلزم ناكلها. وردي بالك تقولي لها باللي تلاقينا ورانا نهضروا مع بعضانا، هاكي تعرفين سموس وسين وحنا نيتنا راكي تشوفي فيها باينه. قلت له ايه على بالي، هذه بلا ما توصيني عليها راني نعرف اختي. دخلت للدار وديت لها هذيك الباطا، قلت لها شوفي الا راهم دايرين لك سحر راهو رايح يتفك، كولي هاد العلبه وتانيك عاودي روحي للراقي وتبعي وان شاء الله حتولي لدارك في هذا الشهر. جاز شهر وجازوا شهرين وجازوا ربع شهر اخرى، يعني اختي راهي قريب تدور العام وهي قاعده في الدار. قالت لي بلي مستحيل نعاود نولي له، وقعد كل ما يطلب باش يشوف بنته هي ترفض رفضا قاطعا، وبقيتنا كلها في راسها ونفتي لها. المهم انا قعدت في علاقتي مع هذا الراجل، وحتى لحق واحد المره وين جاب طوموبيل نتاعو وقال لي يلا نروحو. هو انا كي عويدي عم باليكش ما راح يجيب ما مرقي ولا اعشاب ولا عسل كيما مالف، وما كنتش نتلاقى معاه بزاف. مي هذاك النهار استغربت منه، كان مديني لواحد البلاصه فارغه بزاف تبان كي شغل بحيره مغروس فيها الفاكهه وما كاين حتى ناس تما. خزرت وقلت له وين راك مديني منا؟ قال لي لا لا واحد الراقي جاي في هذه البلاصه وعلى بالي راه رايح يعجبك. قلت له كيفاش يعجبني؟ من بعد مشى شويه وانا قعدت ساكته ونرعش وخايفه بزاف بزاف منه. دخلنا لواحد الدار كانت فارغه ويبان بلي ما فيها والو. تانيك هي قال لي انا هو الراقي. خزرت وقلت له انت كيفاش وشك تحوس مني؟ قعدت نسوغ ونعيط تما، وشد لي يدي وقعد يقول لي انا نحبك حبسي كيما راكي يا بلاكي تغلطي وتهربي، ما كاين حتى واحد برا يخرجوا ليك ذيابه، وثاني كاين الخنازير هنا اقسم بالله غريها الشموك ما يخلوكش بنادم. المهم انا قعدت فيك وانا محجره وقعدت نبكي نبكي ونعيط ونقول له ربي وكيلك ان شاء الله. وقال لي لو كان ديري الحاجه اللي راهي في بالي غدوه نرجع اختك. واش قلتي؟ انا تماك ضعفت وما عرفتش واش ندير، بحكم هذاك المكان كان بعيد بزاف على دارنا وهو احتال عليا ودار الشي اللي كان في راسه. ضيعني في هذاك النهار، وليت لدارنا وانا غير نبكي وماشي قادره نمشي. من بعد عند الدخله كي شافتني ماما هكداك قالت لي واش بيك؟ كنت حكيت لها كاع واش كان صرا معايا، بصح ما قلت لهاش باللي راجل اختي هو اللي دار فيا هكذا، قلت لها باللي واحد كنت نعرفه وخلاص. قعدت تقتل فيا بالضرب، وزادت جات اختي هذه اللي متزوجه مزيه ما سمعوش خاوتي الذكوره اللي كانوا في الدار، كانوا متخونين في شمبرتهم ومغلوق عليهم الباب. طاحت عليا غير بالضرب، قتلتني ما خلاتنيش. واختي حاشاكم بدات تبزق عليا وتسب فيا وتقول لي لو كان رحتي بالعز والشان كيما انا نورمال حتى وتولي لداركم مذلوله معليش، بصح هكذا بخستي بينا الله يذلك. وبقات تجرح فيا بالكلام وانا مانيش عارفه كيفاش نقول لهم. السيد اللي تعدى عليا هو نفس راجل اختي. النهار هذاك جوزتو كحل، وكنت طحت في الفراش مريضه سمانه وانا على هاد الحاله، ما عندي تليفون ما نقدر نخرج. ماما كانت قاتلي لو كان تزيدي كلمه راني رايحه نحكي لبوك كل شيء، وخبريني هاد الراجل وين يسكن وين تعرفتي عليه. انا يا بديت نجيب لها عناوين غير من راسي ونقول لها بلي ما نعرفوش، يخدم في لابوليس يجي يقعد هنايا 15 يوم ويروح لدارهم. تماك كانت قاتلي ممنوع عليك الخرجه وراكي رايحه تبقاي هنا حياتك كامل وخدمتك تحبسيها الى اخره من القوانين اللي كانت حتمتهم عليا.
وليت قاعدة في الدار غير للشغل والميناج، حتى جا هذاك النهار اللي اختي خرجت فيه مع بنتها وراحت تلاقت مع طليقها. كي جات اختي مع العشية حسيت باللي ما كاين حتى حاجة، وكانت الضحكة باينة في وجهها، وقالت لي باللي راجلي اليوم راه رايح يرجعني. الحمد لله يا ربي الصبر ينال، ماشي كي ماشي ناس. وقعدت تمعني عليا. من بعد جات ماما لعندها، فرحت بزاف، وانا وليت نغلي في هذيك الدقيقة. ركيبي ماتوا، قلت هو عملته فيا وخلاني كيما هكذا، ودركا راه رايح يرجع اختي. في هذيك الليله اختي باتت فرحانه وتخمل في كابتها وحوايجها، لانه كان وعدها اليومين هذوك راهو رايح يجي يديها. انا استغليت الفرصه، خديت التليفون نتاعها بعد ما رقدت وعيطت له. هو رفد عليا، حسبت له اختي، بصح كان تفاجئ من صوتي. كوبا ثمثم، انا رسلت له واحد الميساج جورنان وبعثته له، وقلت له فيه باللي راني رايحه نشتكي بك، ويما راهي قتلتني بالضرب وخزنوني وما خلونيش نخرج ونحاولي حتى التليفون. دير اللي عليك، صينو راهي رايحه تخلص عليك غير بالتبهدل في وسط الفاميليا، تخسر مرتك وبنتك وحياتك كامل. هو في الحين عاود رجع في النيميرو تاع اختي، رفدت عليه وقلت له باللي شوف عندك حل من الاثنين، معليش تحب رجع اختي ارجعها ربي سهل عليك، انا تتزوج بيا يلو كان نهار وتحاول تطلقني، المهم دير الاجراءات اللازمه وانت راك تعرف. سوا وافقت اختي سوا تحب تحكي لها، ما على باليش بك، تشوف لي حل وخلاص. قعدت نهدد فيه وقلت له راني دايره سيرتيفيكا، وانا ما كنت دايره والو اصلا، غابت من بالي في هذاك النهار باش نروح للطبيبه، خديت غير الضرب برك هذا وشديت. المهم هو خاف بزاف وقال لي بلي درك نبعث لك بورتابل، غد نوضي على 4 تاع الصباح تلقايه عند الباب ونولي نتصل بك تما ونشوف واش ندير. وهذاك اللي كان نط مع صباح وصبته وديته خفية، وقعد دايما في الليل وفي النهار نطفيه، وكي نحب نعيط له ونتصل به نشعله ونتكلم معاه ساعة اثنين في وقت يكون والدي ما كاش الحالة فارغة هكذا باش ما يفيقوليش. لكن من كلامه فهمت باللي راهو رايح يتزوج بيا، ولكن لازم توافق اختي لانه ما نقدروش نتزوجو هكذاك، وش رانا رايحين نقولوا للناس. وزيد انتي لازم يكونوا عندك شهود، لازم والديك يكونوا حاضرين، ماشي كيما انا قادر نورمال، بصح انتي فهميني وش راكي راح ديري. وليت نقولو نهرب من الدار ونجي نسكن في مكان تكون كريته لي نتايا. هو قعد رابطني مدة 3 شهور واحدة اخرى وما كاين حتى نتيجة. اختي وبنتها عاودوا ولاو لدارهم وراهي عايشة حياتها، وكل يوم تتصل بماما وتقول لها باللي راني الحمد لله راجلي عاود ولا للطريق، ربي يدومها نعمة، وانا حياتي ضايعة وقاعدة وراني مسطرة عليه. حتى جا هذاك النهار اللي قررت اني نحكي لماما كل شيء ونصارحها. قلت لها يا ماما ستريني، راني رايحة نقول لك على اسم الانسان اللي تعدى عليا وضيعني، وتعيشي ما تخبريش بابا ولا خاوتي، على بالي بلي راهم رايحين يقتلوني. قالت لي ايه ماذا بينا، على الاقل نروح نشتكو به باش يسترك. قلت لها هذا الراجل ما راهوش رايح يقدر يتزوج بيا، وعلى بالكي الراجل مستحيل يتزوج بزوج خيات. وتم هي تفاجأت، طلع لها السكر 4 غرامات حتى تغاشت، وبعد ولينا كامل نفطنوا فيها بالماء. دخل بابا وهو مخلوع، حسبت له راهي رايحه تموت، رفدها دها للسبيطار. من بعد فطنت وقعدت تحوس غير عليا، وقالت لي الشي اللي عملتيه كيفاش وفهميني، وهي كان لسانها ثقيل وما تقدرش تتكلم يعني بصعوبه. انا عم بتلي راهي رايحه تموت، ايا تما قلت لها بلي انا راني نتمسخر بيك، والراجل هذا ما هوش راجل اختي، انسان واحد اخر، انت برك راكي تخلطي من راسك وكي يطلع لك السكر تلفت لك. قعدت نغالب فيها بانه هذاك الكلام ما قلتولهاش، بصح هي كانت متاكده منه 100%، ودارت لي بيدها هكذا وعلى وجهها حلفت فيا وقالت لي الصبري نروح للدار وراكي رايحه تشوفي واش راهو حيصرالك. خرجنا ماما من السبيطار ودخلنا للدار، وتماك سمعت نقاش ما بين ماما وبابا وحسيت باللي حكيت له كل شيء. اول حاجه كانت قدامي هي هذاك البورتابل نتاعي، رفدته وهربت نجري ما استنيت والو، صدقوني قعدت نمشي نمشي وماشي جايبه الخبر كامل لروحي. انا في الطريق عيطت له وقلت له راني خارجه ونوكل عليك ربي الى يوم الدين. من التقلق هذاك رفدت التليفون وكسرته في الارض، ايا ولا ما عندي لا بورتابل لا حاجه نتواصل بها مع ماما ولا حتى مع هو. وليت غير هايمه
الليل طاح عليا وانا يا تحت البون قاعده ومخبيه، وسورتو ملي نشوف واحد لي جان خرجوا كاع نولي نتخبى غير في الكوانات والتخاني والحيوانات يدوروا طوان بالفيران. مهم جوزت واحد الاسبوع وانا متلاوحه من جهه لجهه، حتى واحد الخطره صبت واحد الجماعه تاع نساء كانت جوايه العشرة تاع الليل ويستناو في واحد الطوموبيلات باش يرفدوهم. رحت نجري وقعدت قدامهم، قلت اكيد نساء ما راهمش رايحين ياذوني كيما رجال. وقفت قدام وحده كانت تبان شابه ومعمره وجهها بالماكياج، وقالت لي واش راكي ديري وحدك يا بنتي؟ قلت لها انا ماشي بنتك. خزرت وشافت حالتي مبان باللي كاريتها، كان وجهي كحل ولي ساغن في عينيا وموسخه وجيعانه بزاف، لانه في النهارات كنت نروح لي ريستورون ونطلب نلعبها باللي طلابه كانوا يمدوا لي الماكله يكتر خيرهم. شفت فيا وقالت لي حالتك راكي كاريتها نديك لداري. خزرت وقلت لها ايه مدابيه، داتني وكانت الكارثة العظمى ثم عبارة على دار دعارة يلايموا فيها نساء ورجال، وشنو الرجال هادوك يقعدوا ساعة ساعتين ويروحوا يخافوا من الجيران. قالت لي راكي راح تخدمي هنا وش رايك؟ قلت لها والخدمة هادي وشنو هي؟ قالت لي راهي باينة بلا ما نفسر لك، وزيد راكي تباني باللي كبيرة في العمر. قلت لها ايه كبيرة وقارية ومثقفة. قالت لي الله يبارك ما لا نستحقوك. حطتني تما هو انا حسبت بلي خدمه عاديه نخدمها كميناج ولا اي حاجه. اصلا انا الخياطه اللي كنت بكري نخدمها عند واحد المراه اتولي في دارها، ما كانش على بالي بلي يخدموا اشياء محرمه. قالت لي ما عندكش خيار واحد اخر يا مخلوقه، تروحي برا للزنقه كاين ذئاب بشريه، بصح الا قعدتي هنايا تدي كل حاجة بخلاصك. من بعد قعدتني فوق واحد المطرح فيه واحد الشورى تاع باكري كامل. قالت لي حكي لي واش صرا بك. بديت نزرع وحكيت لها كاع واش كاين. قالت لي ما كاينش، انتي البنت الاولى واللي جاو كامل وسكنوا معايا في هاد الدار حالتهم تقريبا نفس حالتك، تعداو عليهم وضيعوهم وراهم ولاو في هاد الطريق وراهم ياكلوا بالخبز وراهم خيار تنسى. خزرت فيها وانا مستغربه كيفاش اللي دير الحرام راهي خير من نسى. المهم هي تمعني على الحاله الماديه، يعني لاباس بهم، وكاين حتى نسى يسوقوا الطوموبيلات، وحتى كاين اللي شراو ديار بدراهم الحرام اكيد. المهم خزرت وما كان عندي حتى خيار، نروح برا للزنقه مستحيل، ولا نعاود نولي لدار والديا اللي راهم على بالي بلي راح يقتلوني. نزيد نخرب دار اختي تانيك، يكفي انه حياتي اللي راهي ضايعه، ما حبيتش نزيد نخسر حياه ناس واحد اخرين. قعدت معاها وكانت شرات لي تليفون وشرات لي لبسة بزاف شابة، ولات تديني معاها وين تروح سرتو منين شافتني شابة. هي قالت لي راح تسكني هنايا وتخلصي الكرا معانا، والدراهم اللي تاخديهم دبري راسك، انا نجيب لك لي كليون وانتيا شي هذا يولي عليك. وفهمتني في طريقة العمل كيفاش اللي تعايشة في هذيك الدار، كنا غير نسا. وكما قلت لكم كيجي كاش واحد ولا ساعة زوج ويروح. واحد الخطرة كنت قاعدة حتى جا واحد الإنسان، حسيت باللي ما هو غريب وشايفته في حومتي، وتما كان شافني في هذيك الحالة وكنت مبدلة وقعد يقول لي وش أسمك ويستفسر على حوالي. كنت خبرته بكل شيء وهو عرفني ولا يحكي لي على كل شيء وش كان يصرى. قال لي باللي راجل أختك طلق أختك ورماها في دارهم، وراهو عايش غير مع النساء وغير في الحرام، والحانوت هذاك غلقوا بابه بسبب انه ولا يدير المحرمات تما. حكى لي كل شيء وكان تعاطف مع حالتي وقال لي نسترك لوجه الله، واش قلتي له كان تزوج بك؟ المهم قاعد يطمع فيا بالكلام باش برك يلحق للمبتغى نتاعو اللي راكم عارفينه كامل. قعد معايا مدة عام ما جا خطبني ما دار والو، وقال لي نجيب شيخ من الجامع يفتح حنا ونعيشو كيما نهاك. اصلا انا راني متزوج وحالتي ما تسمحش باش نجيبك ونسكنك بالك نكريلك، لكن كلامه كاع كان كذب في كذب. وهذيك المرأة اللي كانت حاضرة معايا قالت لي ما تصدقيش الرجال، بروفيتي منهم الدراهم وطبعيهم ماشي تخليهم هما يبروفيتيو منك. وفهمتني باللي اغلب الرجال اللي جو تما دائما يقولوا هاد الهضرة للنساء. وقالت لي ردي بالك تقعدي تتخدمي بهذا الاسلوب لانه ما راكيش رايحه تنجحي وراكي رايحه تجيبي لنا لابوليس لهنا. وواحد الخطره كانوا صدموا علينا والحمد لله اللي ما كان كاين حتى راجل،
وقلنا لهم باللي حنا نساء رانا كارين هنا ورانا خدامات في واحد الوزينات قدامنا، وهما كانوا صدقونا بحكم ما صابوا حتى حاجه. وهاد المراه كانت تعرف تخدم، وفي البيت هذاك اللي كنا ساكنين فيه بيت عادي، ناكلوا ونشربوا وما كاش المحرمات من الخمر والدخان الى اخره. ليسونسيال الشبهه كامل من حيتها على روحها وتعرف تخدم زين زين. انا مرات نبكي على حالتي، كيفاش كنت وكيفاش وليت، كنت نقرا نخدم بشرفي، نروح ونولي معززه مكرمه، لكن دركا وليت غيره في الحرام نتلاوح. ومرات نقعد نبكي بشهقه، تجي لعندي وتقول لي هذه هي حياه كل بنت اللي ضيع شرفها وتهمل من دارهم، انتي والديك ما وقفوش معاك وكانوا بالك راهم رايحين يقتلوك لو كان قعدتي في الدار. وقعدت تصبر فيا بحكم هي كانت تحبني بزاف بزاف وشافتني باللي عاقله وما نخرجش من الدار. راكم تعرفوا مانيش نقول لكم عاقله في الشيء اللي راهو في بالكم، عاقله قصدي مانيش نخرج من الدار، وهذا مكتوبي راهو داني كيما هاك، وراني عايشه حشاكم وحشا قدركم كي شغل وحده كلبه. مي واش ندير، نروح للذئاب البشريه ونقعد برا؟ راني مستوره في دار خير من اللي راني في الزنقه، ناكل حاجه نقيه وندوش وننقي روحي، وخير من اللي نكون برا ابسط الحوايج ما عنديش. المهم دركا صدقوني راني نحكي في حكايتي ونبكي بالشهقة، لأنه متمنية في يوم من الأيام نولي كيما أي امرأة مزوجة، عندي البنات عندي الأولاد مع هذاك الراجل اللي يكون حلايلي معايا. بالصحة للأسف مكاش اللي راهو رايح يقبل بحالتي هذه، وانا راني مكملتها كيما هك إن شاء الله ربي يجعله يغفر لي. المهم واحد الخطرة جاتني فرصة باش نسافر خارج الوطن، نروح حراقة، بصح خفت نموت في نص طريق، وش راني رايحة ندي معايا غير الذنوب والمعاصي؟ ربي ان شاء الله يعفو عليا ويغفر لي. لبالي بنكم بزاف راهم رايحين يقولوا لي علاش ما تروحيش تكري وحدك وتسكني. نقول لكم ماشي سهله باش تروحي وتسكني وحدك، دراهم منين نجيبهم؟ انا اصلا واش راني نجيب؟ يا دوب يكفيني ناكل نشرب نلبس، والدار هذه راني نخلص في الكراتريسيتي مع هاد المراه اللي راهي ساترتني تماك. مرات نكونوا مجتمعين نتفرجوا التلفزيون ونقصروا وحنا نسى في ما بعضنا، لانه ما نخرجوش بزاف في الليل قليل برك بالقانون، وهاد المراه هي اللي تحكم فينا واش نديرو واش ما نديروش. صدقوني هي الاولى فينا اللي تبقى غير تبكي واحد الدموع حارين حارين، وكل واحد واش يحكي حكايات منين ومنين، وكل وحده واش صرا لها وحالتها هذه كيفاش وصلت ليها. انا اليوم راني نحكي قصتي ماشي باش نغيطكم ولا على بالي اخرتها واش راهو راح يكون، غير الخزي والعار من عند الناس والكلام اللي ما يصلحش. انا راني نحكي حكايتي باش تكون عبرة للبنات، البنات هادوك اللي يديروا بالك علاقات ولا حتى يتكلخوا كيما انا. راجل اختي شوفوا كيفاش دار فيا وين وصل لي. نتمنى منك يا اختي تسمعي قصتي وتحطيها في اقرب وقت باش كاع البنات والجيل الصاعد يتوعى من واش راه صاري دركا. نقول لكم الحياه اللي راني عايشتها تبين حكايات وحكايات، وين تبان حكايتي انايا؟ المهم ان شاء الله ربي يستر على كل وليا وربي يوفق كل وحده في حياتها. ادعوا لي معاكم ربي بالك يفتح عليا كاش باب، بالك نتوب ونولي للطريق اللي ترضي ربي سبحانه باي طريقه. انا مرات نبكي ومن قلبي، ومرات نقول نكمل كيما هاك ما عنديش حل واحد اخر. وهذه هي قصتي كامله، وراني حاولت نختصر فيها بزاف حوايج. وقبل ما نكملها نقول لكم راجل اختي وين لحقت حالته، مرات ندير نوادر ونروح مع حباباتي في الطوموبيل ونجوز عليه حشاكم، ولا غير هامل في هذيك الدار ومرات يخرج بالحفه يبان باللي ما راهوش في عقله الطبيعي، يبان باللي مرض ولا مي، مانيش نحوس انا اصلا عليه لانه هو السبب الرئيسي لواش راهو صاري لي دركا. وانا ما على باليش وما رانيش متاكده باللي طلق اختي، بيسك علاش مرات نشوف بنته تماك في الدار هذيك خارجه ونعرفها كيفاش دايره. هي صح جاز وقت كبير مي ما تبدلتش بزاف. المهم راني كيما هكذا، واعطوني رايكم، راني نستنى ونقرا فيهم واحد بواحد، واللي يلومني نقولو نورمال عادي، ربي ابتلاني بهذا الشيء.